حق مع الكتاب. الآن الكتب هذه التي بين أيديكم، القرآن مثلا، عندنا الكتب الإسلامية كل ما يقدم الكتاب يكون قديما، كل ما يكون له قيمة أكثر. أول مصحف إلى اليوم موجود، أول مصحف كتب كتبه عثمان رضي الله عنه إلى اليوم موجود. إذا لابد نحافظ على الكتب. بعض الطلاب يرمي الكتاب، يقطع الكتاب، يأكل عليه، يرسم، يكتب أرقام مثلا. لا تقرأ من الكتب إلا الكتب الموثوقة 100%، لا تقرأ كتب السحر. لا تقرأ كتب الكهانة. عندنا الرسائل المجلات التي فيها أبراج، برج الحوت، برج العقرب، برج الأسد. لا يمكن أن تنظر في هذه، لو تنظر هذا لا تقبل لك صلاة 40 يوم. لا يمكن نقرأ في هذه الكتب، لا يمكن نقرأ في كتب التي فيها الصور النساء، الغناء وما إلى ذلك. إذا لابد نحافظ على الكتب.